أهلا بكم في تواصل.com والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. نشرت الناشطة المسعفة انتصار ناهية المعروفة بمسعفة التحرير العراقيين من أجل إيصال صوتها ومساعدتها، حيث ظهرت بفيديو وهي تتحدث عن سعيها لمقابلة وزير الصحة للطلب منه إتمام علاجها. دعونا نتابع هذا المقطع. أنا وأخواتي الثوار الأحرار طبعا انسان حاليا في وزارة الصحة، ما يخلوني اطلب للوزير، بس انا اريد مناشدة وزير الصحة حسن التميمي باسرع وقت، لان حالتي كلش تعبانة، حتى انا صرت خربطت وما يخلوني اطلب على الوزير، اريد همتكم اخواني باسرع وقت. تحياتي. وقالت ناشطة انتصار في فيديو ثاني لها بأن وزير الصحة رفض مقابلتها، علما بأن الناشطة تعرضت لطعن بالسكاكين خلال تظاهرات تشرين، وتعرضت مرة ثانية للخطف والتعذيب، وبحسب كلامها بأن جروحها تعرضت لمضاعفات ولم يتم شفاؤها. دعونا نتابع هذا المقطع الثاني لمسعفة التحرير. يوم 17/2/21 الوزارة ما سووا لي حاجة، ردوني ما يخلوني أقابل الوزير. زين رحت مدينة الطب تعلمت عالج واحد يبني علاق، بس أنا هاي راجعة للبيت، وأنا راح أتعالج. هيج عراقيين يتعاملون وياي. بعد مناشدتها بوقت قصير، ناشطون وعراقيون أطلقوا واسم على منصة تويتر عالجوا انتصار ناهي، وذلك لمطالبة بعلاج الناشطة ليتصدر الترند العراقي في وقت قصير. نستعرض لكم بعضا من التغريدات. بعد الضغط الشعبي قام مكتب وزير الصحة بالاستجابة للضغط الشعبي وقام باستقبال الناشطة انتصار وتعهد بتسهيل أمور علاجها. دعونا نتابع بعضا من التغريدات على منصة تويتر تحت واسم عالجوا انتصار ناهي. سمير غرد وقال: انتصار ناهي ليس فقط حاربوها بعلاجها الذي هو أحد حقوقها كمواطنة، بل منعوها من الترقية في وظيفتها من دون زملائها لسبب واحد، بأنها قالت نريد وطن. علي غرد وقال: إن قتل واختطاف المتظاهرات والمسعفات السلميات له وصمة عار وخسة ونذالة وانحطاط وأزمة أخلاق تعاني منها أحزاب السلطة. علي وليد غرد وقال: يا وزير الصحة ليش ما تقابل المسعفة انتصار ناهي؟ الجواب معروف، لأنها من تشرين وطالبت بحقوق العراقيين، إحنا إخوانها نطلعها ونساعدها وين ما تريد. دكتور حسين غرد وقال: كونوا رجالا عالجوا انتصار ناهي، هذه العراقية لم تخن البلاد مثلكم وقدمت كل ما تملك في سبيل العراق. نعم. من صور الإهمال الحكومي في القطاع الصحي في العراق سقوط مصاعد. نبدأ من مستشفى الموصل، فبسبب الإهمال أدى سقوط المصعد في مستشفى الموصل إلى مقتل شخصين، بينهم رئيس الممرضين في المستشفى، وأصيب 4 آخرون. فيديو يظهر مجموعة من عمال الصيانة وهم يتحدثون عن سبب الحادث. هذا الفيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، دعونا نتابع. هذا الثابت ينزل يجوا على ولا يفتر ويرجع يطلع، وين يطلع؟ على هاي الدودة. وين الدودة؟ القرص الدودي. تعال القرص الدودي دق عليه. القرص الدودي هذا قرص دودي. اساسا التين عيضرب بالصبه، عيضرب بالصبه صعود وعيضرب بالصبه، احتك ما يقطع، احتك وانقطع وبالحديد مو بالحجر. لا لا زين. هذا المصعد، وهذا المصعد القديم، هذا المصعد القديم، هذا الافضل، هذا بي باراشوت بوسائل امان وبايرباج. زين راح به ضحايا 2، الله المستعان. في حادثة أخرى ومن جنوبي العراق وتحديدا في مستشفى السماوة بمحافظة المثنى، مصعد المستشفى يتعطل وبداخله عدد من المرضى.
لأكثر من نصف ساعة وهم محجورين داخل هذا المصعد، ما سبب حالات اختناق بين المرضى. دعونا نتابع هذا الفيديو. مفتوح الباب. شباب انزل. ثاني شباب انزل شباب. عم رجال كبير حرب انا. ها ها شوفوا معاناة الناس. هاي المرضى شوفها مصعد واحد يشتغل وعطلان. وينك يا وزير الصحة؟ وينك يا مدير صحة المثنى؟ أعلى موازنة، أعلى موازنة بالمحافظة للصحة، أعلى موازنة. لا موازنة ومدير مستشفى وين هسه؟ يا مدير مستشفي بس الإعلام. إحنا ناس أصبحنا في زمن فيسبوك بس سوينا وإنجزنا. هاي الناس شوفها مصعد واحد فقط، وهاي المرضى شوفوها عيني. شوف هاي ناس عجزة ما موجود مصعد واحد. ومن تفاعل الجمهور حول هذه الحوادث، و المتسبب الأول هو الفساد الحكومي وسوء الخدمات، نذهب إلى منصة فيسبوك حيث علق العراقيون، ومنهم من قال كريم الظالمي علق وقال إي والله بأنه هم عطل بنفس المصعد أو عطل بي نفس المصعد واختنقت، الله ينتقم من اللي جابهم للحكم. ضياء الخفاجي تدري شنو راح يسوون حل؟ راح يمنعون دخول الهواتف نقطة راس سطر. هنا يقصد بأن في كل دائرة حكومية تذهب إليها في العراق يأخذون منك الهواتف النقالة، ويفسر الكثير من العراقيين بأن الهدف من أخذ هذه الهواتف النقالة هو لعدم تصوير سوء الخدمات وسوء معاملة الموظفين مع المراجعين. أحمد قال وزير الصحة الرجال عليه بس يصدر قرارات وغرامات. حيدر محمد قال أفسد دائرة بالمحافظة هي دائرة الصحة، الفساد واصل للهامة. نذهب إلى موضوع آخر وفي العراق أيضا، وإلى قضية الخريجين المطالبين بالتعيين والذين يتظاهرون منذ سنتين تقريبا. تظاهر عدد من خريجي كليات الهندسة بمحافظة المثنى وذلك للمطالبة بحقهم المشروع بالحصول على وظيفة أو عمل يليق بمستواهم العلمي، وأكدوا على حق الخريجين بإيجاد عمل لخدمة البلد. دعونا نتابع هذا المقطع من المثنى. مستمرين ما نرجع إلا بتعيين، بالساحة مستمرين ما نرجع إلا بتعيين، بالساحة مستمرين ما نرجع إلا بتعيين، كل جهد احنا ساعين ما نرجع إلا بتعيين، بالشهادة مفتخرين ما نرجع إلا بتعيين، بالشهادة مفتخرين ما نرجع إلا بتعيين، عالتهميش احنا طاعين ما نرجع إلا بتعيين، درب الحق احنا ماشيين 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 ما نرجع الا بتعيين، درب الحق احنا ماشيين ما نرجع الا بتعيين، درب الحق احنا ماشيين ما نرجع الا بتعيين. انتفاضة مهندسي العراق حيث تصدر هذا الوسم على منصة تويتر في العراق اليوم، وذلك تأييدا لحق الخريجين والمهندسين بالحصول على وظيفة. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت وسم انتفاضة مهندسي العراق. أمير علق غرد وقال وطن الخير لم يذق أبناؤه الخير إلا من الله، حقنا في العراق لن يضيع. إلاف قالت إن الحياة كريمة وموقف الجبناء لا يكتبون التاريخ، التاريخ يكتبه من عشق الوطن وقاد ثورة الحق ضد الباطل. المهندس أميد قال لا برد لا حر لا شتاء لا صيف تثني عزيمتنا، لا نرجع إلا بالتعيين، التعيين حقنا. أنفال غررت وقالت إلى متى سيبقى العراق
على هذا الحال؟ إلى متى ستبقى حقوقنا أمنيات؟ انتفاضة مهندسي العراق. نذهب إلى موضوع آخر أعزائي المشاهدين، فبعد موجة الأمطار التي اجتاحت مدن العراق قبل نحو أسبوع، ما زالت مدن ونواحي مدن العراق تغرق بمياه الأمطار بسبب انعدام الخدمات والبنى التحتية فيها. الفيديو التالي يلخص معاناة أهالي قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار ويبين صعوبة تنقلهم مناشدين بوضع حلول لهم، فلنتابع. شوي احترف لي يا كعدي. عيش بالله، عيش احنا. هذه حكومة الرفاعي، هذه غرقنا عوايد الشهداء، احنا غرقنا عمي سيسنا. الله لا يرضى على الرفاعي ولا على حكومته. ولا على هالدولة هذه، لا على غير مقام ولا من حاطينه، لو صار لا يطلع علينا، لا يجوب ماينا، لا يجوب غيمنا، لا يجوب هذه. عمي غرقنا اهل الرفاعي، غرقنا اهل الرفاعي، وطلع دناكر ببغداد غادي تسحب الماي، هسه طلعوا لنا دناكر ويسحبوا الماي من عندنا. هاي منطقة حي الحسن مقابل السيطرة، هاي حال الاوائل وحال الناس هيك جاي تعيش يومها. عمي يسوون لك تلحقونا؟ معبر ابني يعبر لبيته. من هاي عبار؟ لان ماكو طريق اصلا، طريق مقطوع. هذا داش هو وفروخه، هذا الرجال داش هو وفروخه. وبصل الماي غرق بيته، غرقت بيوتنا راحت. نستعرض لكم بعضا من تعليقات الجمهور العراقي على منصة فيسبوك حول استمرار تدهور سوء الخدمات في العراق. منهم من علق وقال حلا قالت والله حرام عليكم بعد تخلون ولدكم يروحون يدافعون عن البلد وغيركم يتنعم، تقصد الطبقة السياسية. زهرة قالت هاي المعاناة مثل كل سنة تصير، وعود ما أوصيكم روح انتخبوهم، اركضوا ركض حتى تلحقون. سيف قال الموالون للأحزاب والمنتمون للميليشيات وينكم؟ ما تحشون مولاكم للناس مسؤولة عن هاي المهزلة وهذا الحال. عماد قال أنا بس أستغرب الشعب العراقي شنو متعجب، عبالك هذه أول مرة تمطر تغرق الشوارع والمدن، فهو الحال منذ عام 2003 ولغاية الآن. نذهب الآن إلى البريد الوارد. وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تم اعتقال الشاب مهدي حسن حميد الجياشي من محافظة المثنى قضاء الوركاء بسبب وضعه صورة للرئيس الأسبق صدام حسين في ملفه الشخصي على صفحة فيسبوك. نذهب الآن إلى الهاشتاج. في ظل موجة الاغتيالات التي تطال المعارضين لحزب الله في لبنان، وأيضا تطال المناهضين للميليشيات في العراق، أخرها مقتل المعارض لقمان سليم، أطلق ناشطون على منصة تويتر واسم حزب الله يغتال المعارضين. دعونا نستعرض لكم بعض من التغريدات التي كتبت تحت هذا الوسم. خولة العقيدي قالت حزب الله يغتال المعارضين، حزب الله هو القاتل النرجسي كما قالت، الذي ارتبط تنظيميا بالحرس الثوري الإيراني وسياسيا بولاية الفقيه. أما مريم الخطاب فغردت وقالت سياسة حزب الله في سفك الدماء لا تنفصل عن سياسة أسياده من مجرمي طهران. حسين غرد وقال حزب الله يغتال المعارضين، هذه أفعال المجرمين يواجهون القلم بالاغتيالات والتفجيرات بعد أن تم فضحهم وكشف وجوههم القبيحة. لافي العواجي غرد وقال أيادي الخونة ملطخة بدماء الشعب اللبناني، ولا شك لدى الكثير بأن حزب الله وراء هذا الفعل الجبان. نذهب الآن إلى القصص المنوعة.
في تجربة مثيرة للجدل هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، بدأت بريطانيا بحقن أصحاء بفيروس كورونا عمدا. دعونا نتابع بقية القصة أو الخبر مع تقرير لشبكة إيجي بلاس عربي. هل أنت مستعد لتلقي أن تأخذ الفيروس وأنت غير مصاب؟ دعونا نذهب إلى قصة أخرى. كيف جمعت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر الملايين؟ دعونا نتعرف على قصتهما مع تقرير لموقع ميم. تقليد عثماني عمره 450 عاما عاد قبل نحو 20 سنة ليزين مساجد إسطنبول، وهو عبارة عن لافتات مضيئة تعلق بين مآذن المساجد الكبيرة في إسطنبول. كيف بدأت القصة ومن أوقف هذا التقليد وكيف عاد؟ بقية القصة مع تقرير لموقع نون بوست، فنتابع.
عملة مشفرة صممت عام 2009 من خلال شخص مجهول، وكان سعرها لا يتجاوز الدولار الواحد، أما اليوم فسعرها يتجاوز 50,000 دولار أمريكي. التساؤل، هل هي عملة آمنة؟ دعونا نتعرف على قصة البيتكوين مع تقرير لسي ان ان بالعربية، فلنتابع. ما هي عملة البيتكوين؟ البيتكوين هي عملة مشفرة صممت في 2009 من قبل شخص مجهول باستخدام الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو. تتم معاملاتها بشكل مجهول ويمكن تداولها دون وسطاء. لا يمكن استخدام البيتكوين فعلياً إذ أنها عملة رقمية، كما أنها غير مركزية أي لا تخضع لسيطرة بنك أو حكومة، ويمكن استخدامها اليوم في أماكن عدة متنوعة من overstock.com إلى PayPal وقريباً في MasterCard أيضاً، ولا تزال تتوسع هذه القائمة بشكل سريع. أين يمكنني شراء البيتكوين؟ البيتكوين هي عملة رقمية 100%. يمكن شراؤها في أسواق تداول البيتكوين التي تسمح للأشخاص شراء أو بيع عملات البيتكوين باستخدام عملات تقليدية مختلفة. تعد منصة Coinbase سوقاً رائداً لتداول البيتكوين إلى جانب CoinMama وCX.io وGemini. أين أحتفظ بعملة البيتكوين الخاصة بي؟ تخزن البيتكوين في محفظة رقمية، إما على سحابة رقمية أو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يشبه الأمر امتلاك حساب مصرفي افتراضي، ولكن على عكس الحسابات المصرفية لا تؤمن شركة تأمين الودائع الفيدرالية على البيتكوين. هل البيتكوين آمنة؟ العملة المشفرة متقلبة للغاية، وبالتالي فهي محفوفة بالمخاطر. على سبيل المثال، اقتربت قيمة بيتكوين في فبراير من حاجز 50,000 دولار، حيث ارتفعت بأكثر من ضعفين في غضون 3 أشهر. كما هناك أيضاً بعض المخاطر في تداول العملة الرقمية، إذ قد تتسبب أشياء مثل اختراق للخادم أو حذف الملف أو فقدان كلمة السر إلى فقدان الأموال للأبد. ومع عملة البيتكوين نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكراً لكم وإلى اللقاء بإذن الله.